بقى عايزاكي تقولي لي ايه اللي مخبياه جنبك من اول لما قعدتي الاجنده دي؟ اجنده؟ ايوه. لا مش كراسه. كراسه. ايه بقى حكايه الكراسه دي؟ بصي، انا لقيناها بالصدفه في مكتبه بابا، قديمه جدا جدا. انتوا عندكم مكتبه ما شاء الله، يعني مش بحسدكم، مكتبه اظن رهيبه. فظيعه يعني، انا بكتشف فيها كل شويه والله. مكتوب فيها ايه بقى؟ اقري لنا كده. على حسب ما فهمت يعني، ان هي حاجه قديمه جدا جدا، من اوائل ما بابا بدا يكتب خواطر او قصص قصيره. الله الله الله، دي خواطر؟ قصص قصيره على قده كده في الاول خالص، كان لسه ما بداش. ده ايام ما كان موظف لسه اعتقد كده. وهي اسمها ظل لم يغيب او عود الياسمين. اوكي، طب ما فيعني تختاري لنا حاجه قريها لنا. ماشي، اختار لحضرتك. هو حتى كاتب العنوان التاني: صوره من حياتنا ومشاعرنا يكتبها هو أسامة المفروض عمر. اننا ما ندخلش في خصوصيات، لكن احنا هندخل بقى، عايزين ندخل في خصوصيات شويه. يعني احنا ممكن تخيلي بقى خطه من كتر ما هو صغير والورق قديم. خطه حلو. جميل، انا حاولت اقلده طول عمري، مش عارفه. بحاول لغايه دلوقتي الحقيقه. وازدادت حيرته حتى اضحت ذهولا، فتساءل ماخوذا: مش كل شيء وعهدنا. وظهر على وجهها الحرج والضيق حين قالت: انا ما اقدرش اضيع مستقبلي علشان وعد اعطيته في ساعه ضعف. يعني طبعا ده استكمال لقصه كبيره يعني. وانقشعت امامي الحقيقه. مش عارفه اقرا خطه كله. واندفع في حده: انت بتعتبري لحظات حبنا ساعه ضعف؟ بصي رومانسيه بقى. الله، هي دي مذكرات زي قصص قصيره، احتمال كبير يكون في اسقاط على حياته مثلا الحقيقيه. في اجزاء مثلا منها. لا احنا لازم نبحث بقى ورا الموضوع ده، مش هنسيب الموضوع ده. يعني فعلا عايزين ناخد نستولى على الاجنده دي ونعرف بقى اسامه انور عكاشه الله يرحمه كان ايه احاسيسه. خلي بالكوا ده من سنه كام تقريبا؟ ده قولي حاجه و60. حاجه و60. يعني اعتقد انه اوائل الستينات كمان. أوائل الستينات. يعني كاتب شعر، أبيات شعرية أصلا في طب ما الأول. تقري لنا كده بيت شعر، مش إحنا عمرنا ما سمعنا شعر خايفة لأسامة أنور أبوظ. عكاشة. لا مش هتبوظيه. لا تدع ظلي يغيب، إنه ظلي الأخير، إنه ظل الحبيب، شمس دوما تنير. إن حرماني طويل قصة فيها الدليل، أن حبي كل عمري فيه أحلى، فيه أملي، فيه صبري. الله، هل في قصص لسه ما اتعملتش اعمال درامية وبصدد ان تتعمل؟ في